العافية. رح نروح إلى مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني أليكسي نعمة. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم هاي أليكسي. بونجور. تفضل. اليوم ينعاد عليك رسميا. أوه ميرسي أليكسي، هذا من ذوقك، ميرسي. خلي لك عائلتك. ميرسي لك. احتقاك الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا في عنا 20 حادث، 25 إصابة موزعين على بيروت، ثلاث حوادث ثلاث إصابات. جبل لبنان 9 حوادث 10 إصابات، البقاع حادثين 4 إصابات، الشمال 4 حوادث 5 إصابات، والجنوب 3 حادثين و3 إصابات. تتوزع أنواع الحوادث بين دراجات نارية، سيارات، مشاة وشاحنات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مشاكل ميكانيكية وانزلاقات. أما بالنسبة للمهام الإمتياع، فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر سجلت 388 مهمة موزعين على 222 حالة طوارئ، 148 نقل مريض عادي و18 نقل مريض من المستشفى الأخرى. هذا كل شيء، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لك و have a nice day.